انت صوتك الواحد يسلطن عليه، اني انطيك صوت. خبرينا عن تجربتك في للبرنامج، كيف شايفتيها لهلا؟ انا سعيده جدا يعني انه تم اختياري في برنامج عراقي صميم، لانه هاي اول مره بالعراق يتم انجاز هذا النوعيه من البرامج بقناه وطنيه، يعني القناه العراقيه هي، فانه يكون هذا النوعيه من البرامج اللي تهتم بالمواهب الغنائيه الشابه العراقيه داخل العراق، لانه اكو يعني هوايه شفنا اكيد برامج اني صحيح عراقيه بس انه اني ما جايه من العراق، فهذا البرنامج كل المشتركين من داخل محافظات العراق، اللي ناس مثلا عمرهم ما ممكن يقدروا يسافروا حتى مثلا يشتركون في برامج في دبي او بلبنان او قدرنا انه نطلع يعني ونكتشف اصوات جميله جدا عراقيه قحة من محافظات، وتجربتي رائعه. وهالتجربه اللي بتعيشها لاول مره خلال مسيرتها الفنيه خلتها تستعيد ذكرياتها ببرنامج ستار اكاديمي لما كانت مشتركه ايضا، فلهالسبب تقدر تشعر مع المشتركين اكثر وتنصحهم نصائح حقيقيه وشويه ارتباك. بس يعني أنا هم رح أنطيك صوتي بس على أمل إنه تشتغل على نفسك أكثر إن شاء الله. الكل كان مفكر إنه شذا حتكون يعني شوية صارمة وياهم، بس لا بالعكس، يعني أنا دا أحط نفسي يعني بمكان كل مشترك ودا أعطي ماكسيموم فرصة، يعني حتى لو مثلا ممكن تعرفي مرات يرتبك ممكن ينشز، بس دا أنا دا أهتم إنه إذا الأصل عنده صوت حلو لا أحاول أنطيه وأحارب على موده، يعني على مود يقدر يحقق الحلم اللي أنا في يوم من الأيام قدرت أحققه. لكن هذا البرنامج مش الوحيد اللي بيبحث عن المواهب في العراق، فأيضا عراق آيدل انطلق بنفس الفترة وعنده نفس الهدف. حضرتي عراق آيدل عم بطلع ام بي سي؟ والله حضرت لقطات منه، أصوات عراقية جميلة جدا، بالأخير كلهم أولاد بلدي وكلهم أتمنى لهم الخير أكيد. وشو رأيك بلجنة التحكيم اللي موجودة بعراق آيدل؟ والله لجنة زينة، يعني حاتم من الفنانين الكبار عنا يعني بالعراق وصوت، وإحنا اشتغلنا وتعاوننا كلهم فيهم الخير والبركة. لكن كان هناك بعض المعترضين على اختيار رحمة رياض وسيف نبيل كأعضاء لجنة التحكيم بسبب سنهم القريب من المشتركين، فشو رأيها بهالموضوع؟ ما أقدر أقول لك إنه لا يستاهلوا كلهم لجنة قوية ويستاهلوا، لأنه إذا تاخديها أكاديمياً ممكن حتى أنا ما أستاهل، ممكن أكو فنانين أهم مني وأكبر مني وملحنين وأكاديميين أكثر مني، بس بالأخير لازم هم يكون عنصر الشبابي، لازم أهم عنصر النسائي متواجد، لازم يكون شوية ماركتينج، يعني إنه لما نحط أحد لجنة معينة إحنا دا نستهدف ناس معينة تابع هذا البرنامج. وبعيداً عن الفن، يبدو أنه شذا هالفترة حابة تأسس عائلة، فهي صرحت بأحد البرامج بأنها حابة تكون أم، وهي واحدة من الأمنيات اللي تمنتها الشهر الماضي بعيد ميلادها. كتير حبيت وعجبني أنك بتفكري هيك أو حابة تتحول حياتك لشي تاني جديد. خبرينا عن شو الشي اللي حابة تحققي هاي السنة. هو شوفي، هو بالأخير كل امرأة تتمنى يكون عندها فاميلي، تتمنى يكون عندها أطفال، وأني أصلاً أعشق الأطفال يعني، فأكيد يعني حلم كل سيدة أو امرأة أن يكون عندها بيبي. الأمومة فتشي يعني هو يخلق فينا، أحس في كل امرأة يخلق فيها عندها حنان كبير تريد طلعه في شيء تملكه اللي هو ابنها او بنتها. سمعنا فتره كنتي in a relationship، كان في شيء حيصير. صحيح. هلا انت وين؟ شوفي، ما حابه اقول شيء بعده مو official، ما اقدر اتكلم في شيء not official، يعني once it's gonna be official اي اقدر احكي عنه، بس ما اقدر احكي عن love story، ما أقدر أحكي عن شيء لأنه إحنا نعرف love story ممكن تنتهي في any time. ما بدنا to jinx it، خلاص لا تحكي لنا. فأفضل يعني إنه ما أحكي بالموضوع إلا أن يكون فد شيء official إن شاء الله. إن شاء الله إذا الله راد، يعني أنا دائما يقول هذا الموضوع هو قسمة ونصيب. أكيد. صحيح، يعني إنه نصيب ممكن يصير ممكن ما يصير، كله من عند رب العالمين.